ما حدش يستغرب انا ليه لابس كده وانا في الجيم ده، لان بعد التمرين كان عندي لقاء مع برنامج الفورمه اللي بيغطي بطوله دبي برو، من اقوى البرامج اللي بتغطي البطولات، والبطوله فعلا كانت قويه وصاحبي كان مشارك فيها، وهنا كان بيتمرن على البوزنج عشان طلع على المسرح طلح والحمد لله تاهل للنهائيات لتاني يوم، وقلنا نروح نشتري حاجات من السوبر ماركت للتحميل لتاني يوم. منظر العيره اللي احنا فيه ده والله هنا مفكريني سمكري شويه، يقول العربيه عطانا صف تاني بره هنخرج صلحها لي. والحمد لله ربنا نصر وخد مركز اول في الطول بتاعه، بس ما خدش كارت الاحتراف. بس عايز اقول لك ان الكارت جاي انت تعبت وربنا عمره ما بيضيع تعب حد، وادعوا لي انا بطولتي ناقص عليها 5 ايام ان شاء الله ونرجع مصر بالذهب احنا الاثنين.